أحسن الله إليك. يقول السائل: هل هناك فرق بين الطائفة المنصورة؟ نعم. يقول: هل هناك فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟ لا تكون منصورة إلا إذا كانت ناجية، ولا تكون ناجية إلا إذا كانت منصورة. أي الصفات كلها لها لهذه الطائفة: منصورة، ناجية، أهل السنة والجماعة، كلها أوصاف لها. نعم. فمن فرق بينها هذا ليس له دليل على هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.